انت عارفه كمان في اماكن تانية في على في مجمل الحيوانات المزيكا ليها تاثير كبير جدا، مش هنقول على الانسان لان احنا تجاوزنا المرحله دي، فبنقول الحيوانات احيانا بيعملوا على الابقار وهم بيحلبوها في المحالب بيسمعوا مزيكا فبيلاحظوا ان في اضرار اكتر للبن والابقار بتسمع المزيكا، فهي المزيكا بتاثر على كل انواع الحيوانات. ده حقيقي على فكره، في فيديو اصلا انتشر على السوشيال ميديا من سنه تقريبا او سنه ونص، كان في واحد بيعزف وفي بقر كتير جدا عامل زي فارم كده، والبقر عمال بيقرب له، هو كل ما يعزف البقر بيقرب له، فطبيعي يعني دول كائنات حيه بتحس زينا اكيد، بس انا اكتر حاجه مبسوطه بيها ان الابلكيشن دي مراعيه للدرجه دي الكلاب، ان هي بتقعد لوحدها ومخصصه لهم مساحه او مخصصه لهم بلاي ليست كامله علشان الكلاب دي تسمع المزيكا واصحابها مش موجودين، فدي حاجه حلوه جدا جدا. وانا عايزه اقول لكم على حاجه تانية، ان اغلب العازفين اللي عندهم كلاب في بيوتهم لما بيبقوا بيعزفوا بتلاقي الكلب مارد ودانه كده وقاعد كان بصاحبه وبيسمع مزيكا، فده موجود يعني، حتى انا بشوف صحابي كتير جدا بيبقوا جيتار بيانو اي حاجه، وفي كليب اصلا بتعزف اول انت شفت الكلب اللي بيعزف فعلا وبيغني بيغني.